صباح الخير عليكم، صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم عزيزاتي حبيباتي. مرحبا بكم عندي في قناة كلشي ساهل مع مينا. اليوم ان شاء الله البنات كما كتشوفوا وصفتنا، غادي نوجد واحد الفطور للدراري اللي كيعجب الدراري كبار وصغار. هاد الفطور يعني فطور اسبانيول، يعني اسبانيول هذا هو الفطور يعني المفضل عندهم في اسبانيا. غادي نوجدو معاكم وتابعوا الفيديو حتى الاخير، وان شاء الله غادي يعجبكم وغادي يعجب الوليدات. على بركه الله عندي انا هاد الثلافه ديال الفورس، عندي كما كتشوفوا هنايا ما يعادل جوج معلقات كبار يعني ديال الزيت، الزيت يعني ديال المائده، وعندي هنا معلقه ديال الزبده والملحه كما كتشوفوا. السكر ما غاديش نديرو فيه لحقاش تابعوا الفيديو، في التالي غادي ناكلوه بشي حاجه حلوه. عندي هنايا الماء راه طابخ يعني الغليان. انا درت هاد الكاس، هاد الطاسه يعني مملوءه وطبختها وراه متبوخ. يا على بركه الله حبيباتي، غادي نبداو في العمل ديالنا. غادي نضيفو اولا هاد الزبده والملح ديالنا في هاد الماء سخون، غادي تبدي تذوب كما كتشوفوا. ندوبوها مزيان، سمحوا لي نزيد لكم الكاميرا شويه باش يبان. هانتوما تشوفوا الزبده، غادي ندوبوا الزبده ديالنا، نزيدو نضيفوا عليها الزيت ديال المائده كما قلت لكم جوج معلقات. يعني ما فيش المقادير، كيجي زوين بزاف هاد الفطور، يعني هائل ما نقول لكم شي كيفاش كيعجب الكبار والصغار. تقدروا عاود كذلك ديروه في الميريندا يعني في البوتي للدراري، او في الصباح اللي عنده الوقت راه ينوض يوجدوا للدراري. هل انا ولادي ما قاريينش اليوم، راني نوجدوا لهم دابا الفطور. قلت ماما البارح الصباح ديري لنا الفطور هذا الفطور، وهاني كنوجدو لكم. وكما كنقول لكم الاسبانيوليس مبليين بهذا الفطور، يعني كامل الناس كتفطر به، اللي يمشي للقهوه كيفطر طلبوا يفطر به، واللي ما يمشيش كيمشي ويديه بارايبال يعني يسحبه لداره يشريه ويديه للدار ديالو. بسم الله. بعد ما ذوبنا الزبده ديالنا والملحه والزيت خلطناهم مزيان، بدينا نضيفوا الطحين ديالنا كما كتشوفوا هكذا، هاك هانتوما تشوفوا. دابا غادي نمشيو ندوزو العافيه باش تشوفوا كيفاش غادي نحضروا هاد يعني هاد الفطور تاع الصباح. دابا راه خصو يطيب فوق النار، غنمشيو نتنقل بكم، نحاول ننقل الكاميرا ديالي نقربوها للنار ونكملوا ان شاء الله. انتم تشوفوا نقلنا النار ديالنا وغادي نبقاو نحركوا فيه كما كتشوفوا. نزيد نقرب لكم شويه الكاميرا هكا، غنبقاو نحركوا حتى يطيب مزيان، يعني هاد العجينات تماسك مزيان وتطيب باش ما يبقاش العجين فيها اخضر. انتم تشوفوا غير درتها على النار ساحت كما شفتوا، عندي واحد يعني داك الطاسه كبيره يعني متوسطه تاع الماء، وعندي ديك الزلافه حتى هي متوسطه كما كتشوفوا. ها هو شفتوا العجينه ديالي، ها انتم تشوفوا كي ولات، ها هي يعني صافي. غادي نطفيو عليها كما كتشوفوا، نطفيو عليها النار عاد نخليوها تبرد، غنخليها تبرد وغادي نرجع معاكم باش نكملوا العمل ديالنا باش نصاوبوا هذا الفطور ديال الصباح. كما كتشوفوا انا العجينه ديالي سرحتها كما كتشوفوها هي فوق هذه اللوحه ديال اللي كنقلبوا بها الحرشه، يعني سرحتها لحقاش بغيتها تبرد لي يعني في المومينتو، بغيت نصايب الفطور للدراري. اما الا كنتو عندكم شويه الوقت تخليوها غير في الكاسرونه ديالها ولا فاش
مهم اي حاجه خلطتو كاسرونه ولا مرميطه تخليوها فيها حتى تبرد، وعادوا وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش غندير لها. انا دابا الدراري يعني بغاو يفطروا بها دابا، يعني باش نوجدها لهم في المومينتو، يعني سرحتها هنا كما كتشوفوا تقريبا هي بردت لي. غادي ندوز باش نصاوبوا الشوكولا ديالنا، نوليو عاد نصاوبوا العجينه ديالنا. رجعوا باش نديرو نصاوبوا الشوكولا ديالنا. عندي انايا الحليب كما كتشوفوا، غادي ندير الحليب، كل واحد يدير على حساب الافراد ديال العائله ديالو، يعني انا ما كنعبر شي ولا شي حاجه، يعني على حساب الوليدات ديالي. هانتوما نقرب لكم، انا غادي ندير هاد القدر ديال الحليب. دارها تقعد في الثلاجه ما تخسر ما والو، كما كتشوفوا راه الدراري حماقوا عليها. انا درت هاد القدر باش يفطروا. المهم نديرها على النار كما كتشوفوا، ها هو غنشعلو كما كتشوفوا، هاني شعلت له العافيه، غنخليه يوصل للغليان. غادي في هذه الحاله اللي كنستنى الحليب يغلى لي غادي نوجد المايزينا ديالي اللي كما كتشوفوا حتى هي ها هي، شويه ديال الحليب ها هو كما كتشوفوا وجدها. غادي ندير ايه مايزينا كما كتشوفوا، هاني ندير حداكم باش ما باش بنادم يحاول يستفيد ويفهم مزيان. غادي ندير فيه كما كتشوفوا جوج معلقات متوسطين ديال المايزينا، ماشي معمرين بزاف باش ما تجيناش الشوكولا ديالنا قاسحه. جوج معلقات يعني ما يعادل معلقه كبيره ديال الشوربه، هاد المعالق انا عندي شويه صغار، يعني كما كنقول لكم ديروا معلقه وصافي كبيره. غادي نضربوها كما كتشوفوا هكا، ها هي نضربوها مزيان باش ما تبقاش تيمشيو لها، يذوبوا كامل دوك الكوتيلات اللي فيها. غادي نوجدوها على ما يغلى لنا الحليب ديالنا باش نبداو في العمل ديال الشوكولا. انتم تشوفوا هي ما بقاو فيها لا كاع دوك الكوتيلات ما بقاوش، غنحطوها على واحد الجانب. دابا وجدناها، دابا غنكونوا موجدين الشوكولات ديالنا. ها هو انا كندير ادير هاد الشوكولات، ها هو انا غادي ندير هاد الشوكولات. تاني نستنى واحد شويه واحد دقيقه يغلى لي الحليب، وندير عاد الشوكولات باش غير كي نديره يذوب لي، يعني ما بقاش عاد نستنى فيه. مهم هاد الفطور، هاد الفطور راه يجي زوين بزاف، سواء لوليداتكم او يعني الضياف جاو عندكم تنوضوا تديروا لهم الفطور، ولا حتى الكوتي كاع يجي حتى في الكوتي، يعني راه يجي زوين بزاف، ما تشبعوش به. وما وبتكاليف يعني كاينه موجوده في اي منزل، يعني الحليب وانا كندير هاد يعني هاد شوكولاتين تاع الدراري، هاد كاكاويت يعني هي اللي كنديرها، ولكن ماشي المره، يعني هادي باش ما يجيهمش مر، كيجي زوين. مهم كما كتشوفوا الحليب ديالنا ها هو يعني وصل للغليان. دابا غادي نبداو في العمل ديالنا، نقصوا شويه النار. دابا كما كتشوفوا غادي ندير الشوكولاته ديالي، نخليه يذوب هكا مزيان، ذوبه مزيان. تبارك الله، راه صبا عندنا اليوم واحد البرد الا راكم تسمعوا فيه، راه زعما كاين كيطيح الحيوط والله العظيم، يعني جا الوقت ديال المشتى. كنخليه الله تحت لنا
خلاط ونزيد نشارك معكم نعيني عاديه ولا البنات. يا سلام على ريحه نعيني عاد. دائما انا محطوطين في الكوزينه كي ندير الكويس نقلع واحد العريش ونديرو يعاود يخلف تبارك الله كاع العام، وهو يعني نعيني عندي في الكوزينه ديالي مزروعه. يا سلام على واحد الريحه راه فيه تبارك الله. كيما شفتوا البنات الشوكولات ديالي ها هو يعني الذاب تقريبا كامل، هانتوما تشوفوا ها هو شفتوه الشوكولات ها هو باقي غير واحد شويه ندير له الخلاط صغير باش يساعدني على القنت مع السقلي في القنوت. صافي يعني الشوكولات ديالنا ها هو دابا البنات، يعني تقدروا ديروه الا ما عندكم شي. شوفوا انا ما نبغيش نصعب الامور، حنا رحنا غير مساكين. شوفوا انايا كندير الشوكولات، الا كان عندكم هاد الشوكولات نتاع الحلوه ولا ديال الماكله ولا تقدروا تضيفوا يعني شويه كيجي يعني احسن، ولاني الا ما كانش عندكم تقدروا ديروا غير هادي مع المايزينا. وها راكم درتوا يعني الشوكولات صوبتوا هاد الاكله هاد الفطور ديال الصباح، يعني راكم صوبتوه لوليداتكم ماشي ضروري الانسان يصعب على راسو. شتو المايزينا ديالي البنات ها هي. دابا غادي نبدي باش نضيف شوكولا ديالي، هاني غادي نوريكم شحال غندير معلقه كيما كتشوفوا ها وحده دير حداكم باش يبان لكم، درت وحده وهاني زدت جوج، هنا البنات زدت ثلاثة، درت كيما كتشوفوا ربعة ديال المعلقات ها هما ديال شوكولا، يعني شوكولا عادية ديال الدراري يعني كولاكاو كيما كنقولوا. نحركوها مزيان حتى هي حتى ما يبقاوش فيها الكتيلات، يعني الدوب كاملة كيما كتشوفوا ها هي دابت صافي دغيا دير في الحليب سخون يعني ما تعطلش ها هي. ودابا البنات نقرب لكم باش تشوفوا، دابا عندي المايزينا ها هي مذوبه، غنبقى نضيف بها غير بالتدريج وعيني ميزاني عاود ما نكثروش حتى تجي الشيكولا قاسحه، يعني بحال غادي نديروا بها شي حلوه خاص الشيكولا ما تجيش قاسحه وما تجيش جاريه في نفس الوقت. يعني هاني قلت لكم انايا درت جوج معلقات متوسطين ديال المايزينا، راكم شتوني درت يعني ربع ديال الحليب، هانتوما تشوفوا صافي شتو الشيكولا ديالنا البنات كيفاش كتجي. يعني هذيك المايزينا اللي قلت لكم درت جوج معلقات خليت منها شويه، يعني باش تشدوا العبار ديالكم يعني ربع ديال الحليب تقدروا ديروا غير معلقه ديال المايزينا تجيكم هي هذيك وديروا الكولاكاو ديالكم. دابا صافي انا نحرك شويه باش ديك البنه ديال المايزينا يعني ما تجيش ديك البنه ديال الخضوريه وما تضرش الدراري. شوفوا ها هي شوفوا الشوكولات ديال البنات كي جا شفتوه ها هو يعني هائل هائل، يجي زوين بزاف. ومن الاحسن الا كانت عندكم يعني الفانيا ديروا فيه واحد شويه ديال الفانيا راه تعطيه واحد المذاق زوين. ها هي صافي الشوكولات ديالنا البنات شفتوا ها النتيجه ديالو كي جات. صافي غادي نطفيو على الشوكولات ديالنا نحطوه على الجانب ونرجعو باش نكملو العجينه. شفتوا البنات العجينه ديالي كيما قلت لكم بردت لي في المومينطو، يعني ما نخليهاش ساعه ولا جوج، انا غير سرحتها وصايبت الشيكولا راني شاركت معاكم. صافي العجينه ديالي كيما كتشوفوها هي ها نتوما تشوفوا كي ولات شفتوها ها هي ولات ساهله ها هي. غنحيدوها ونوجدو كيما كتشوفوا البنات العجينه ديالي ها هي بردات شفتوها
كتجيب هاد القوام يعني رطبه. تقدروا الا بغيتوا تزيدوا لها في هاد المرحله فاش راها بحال هاد الشكل، تقدروا تزيدوا لها واحد جوج صفار البيض ولا واحد، وتبقاو دلكوا دلكوا تدخلوه فيها. انا ما بغيتش ندير لها البيض، يعني ديما كنديرها هاك وكتجي ناجحه 100%. ودرك البنات هاني وجدت لها هاد الجيب الحلواني، وغادي ندير فيه العجينه ديالي كما كتشوفوا هكذا. ها هي كامله، انا راني ما درتش بزاف البنات، درت واحد الحاجه زعما تكفي ولادي، حيت هذا ما النبات ما يجيش زوين تكل في المومينتو تاعو. صافي هادشي اللي كاين. انا عندي هاد الجيب الحلواني وكنت جبته من المغرب، ولكن ديما ندير له هاد الجيب الحلواني ديال بلاستيك، هادو اللي راني شارياهم من امازون. صافي وغادي نبقاو نهودو في يعني نخرجوا الهواء ونوجدوا ونهودوا في العجينه ديالنا بهذه الطريقه حتى تهود كامله كما كتشوفوا. ها هي ونبديو في العمل ديالنا كما كتشوفوا. هي واحد شويه راهي يجي شويه يعني هاني حطيت هاد البابيل ديال الفران، دهنت هاد اللوحه بالزيت باش ما يبقاش واقف لي مع الجناب ويغبني. درته بهاد الطريقه كما كتشوفوه، ها نتوما معايا. وغادي نبديو نشكلو في التشورو ديالنا. ها هو البنات كيجي هكا، شو غير خصكم غير شويه ديال يعني التاسعه ديال الخاطر. يعني ها هو نحاولوا نديروهم كبار، بغينا نديروهم يعني على شكل كعكه، تقدروا نديروهم على شكل كعكه، تقدروا نتوما يعني هذاك الشيء كيرجع ليكم، تقدروا ديروهم باي شكل بغيتوا. المهم انا اليوم راني دايره غير الفطور للدراري، يعني فاش يكون جاي عندي صراحه شي حد ولا راك عارف نبقاو نشكلو ونبقاو. ودابا ندير الفطور للدراري باش نوجدو دغيا، راك عارفين تابعينا بزاف ديال الامور في الكوزينه، يعني ما راش تابعنا غير هاد الفطور، يعني نبغي نحاول يعني نوجده دغيا دغيا باش ما نتعطلش. كما كتشوفوا راكم غاديين وتهودوا في العجينه ديالكم شويه بشويه وديروا التشرو ديالكم. المهم انا غادي نزيد معكم واحد ولا جوج، والمهم ونظن بان الواحد راه يشوف فيه هكا جوج ديال الحاجات راهي كتافي باش يدير بحالها. ها نتوما تشوفوا البنات يعني كيما هكا صافي. بغيتو ديروه طويل ديروه، بغيتو ديروه يعني كيما نقولوا قصير ديروه، هذاك الشيء يعني كيرجع لكم، هذاك الشيء اختياري. يعني انا راني ندير فطور تاع الدراري فقط، بغاو هذا اليوم يفطروا به ما قاريش. المهم كيما كتشوفوا انا درت معكم هذا الربع البنات، ها هما كيما كتشوفوا. وغادي نكمل انايا العمليه ديالي ونرجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف حبيباتي. كيما كتشوفوا البنات انا كملت، ها نتوما تشوفوا الشرو ديالي كيفاش جا داير. صافي عندي الزيت ديالي ها هي سخونه، دابا غنهزوه هكذا البنات يجيكم ساهل باش ما يعوج لكم ما والو، وغتحطوا في الزيت، الزيت راها سخونه. صافي تهزوه به بالكارد ديالو هكذا وتحطوا في الزيت باش التشرو ديالكم يجي يعني كيما صاوبتوه، يجي ما يعواج ما يلصق لكم ما حتى شي حاجه. تابعوا الطريقه والفيديو حتى الاخير، شويه غادي نزيد معاكم باش نوريكم كيفاش تحيدوا الكاغت من تحتو. راكم عارفين هذا الكاغت راه يعني صالح 100% بالنسبه للاكل، يعني راه ما ماشي بحال الالومنيوم سموم وداك الشيء. المهم هذا هو، سمحوا لي على هذا الرويض البنات او هذا الحس، الجيران فوقي راهم يصايبوا الدار ديالهم وراهم دايرين الحس. صراحه هذه 3 ايام ولا 4 ايام وانايا ممتنعه على التصوير على حساب هذا الحس،
كيديروا الحس بزاف، مخدامين الليل والنهار. ودرك قلت غادي معليش نسو، كانوا يبانوا لي شويه سكتوا، بديت انا بديت وهما عاود بداو. كما كتشوفوا البنات، ها شوفوا، ها هو شو، وهذا الكاغت ترجعوه بحال مثلا تكونوا دايرين واحد الكيمياء كبيره عندكم ضيافكم، ولا العائله تكون كبيره، تعاودوا تحيدوا ديروا هاد الطرفي التقلى وتعاودوا تردوا هاد الكاغت للبلاصه تاعو وتعاودوا تزيدوا تكملوا فيه العمليه تاعو. صافي هادشي اللي كاين البنات، ها هو كيتحمر لي انايا التشورو ديالنا في المغرب كيقولوا السفنج. هنا عندنا في اسبانيا هو هذا السفنج ديالهم المفضل، وصراحه كيجي رائع ما نقول لكم شي. المهم حاولوا تجربوه، وحتى البنات زعما كاين اللي ما عندهاش باش تصاوب يعني هاد الشوكولا، ديرني غطيتها من الفوق باش ما ديرناش القشره، يعني حتى اللي ما عندوش يعني الامكانيات، لا كان بغى يدير وما موجوداش عنده الشوكولات في الدار، سبحان الله راه مره تكون عندنا الحاجه في الدار ومره نعجزو حتى نخرجوا نجيبوها. تقدروا ديروا غير هكا كما راكم تشوفوا فيه، وديروا له سنيده من الفوق. شنو هو هذيك السنيده؟ تخلطوا معها واحد الساشيه ديال الفانيا وراه يجي ولا اروع، حتى بدون هاد الشوكولات. يعني انا ولادي كيعجبهم الشوكولات، يعني راني درت لهم، بصح نتوما تقدروا ديروا غير سنيده وديروا معاها الفانيا، وها راكم عندكم تشورو لوليداتكم، فرحتوا الضيوف تاعكم. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف، راني طولت الفيديو، غادي نتابع الطريقه ديالي في الطيابه البنات، وغادي نرجع معكم باش تشوفوا النهايه ديالو كيف. وهنايا هذا هو النهايه ديال التشورو ديالنا او السفنج كما كنقولوا في المغرب بلدنا الحبيب. كما كتشوفوا راه يجي زوين وسخون في هذا البرد، كيعجب الوليدات، والصراحه حتى حنا كيعجبنا. وكما كتشوفوا انا راني هرست لكم هذه الحبه، كيتكل بهذه الطريقه كما هكا، يعني تقدروا الا بغيتوا ديروا الشوكولاته يعني سائل حتى هو يجي زوين. انا وليداتي ما يبغيوش الشوكولاته سائل، كيقول لك كيبقى يخطر علينا، يعني درتو لهم بهذه الطريقه، يعني ثقيل قاسح شويه كان. المهم انا ولادي يعجبهم بهذه الطريقه، نتوما ديروا الطريقه اللي تعجبكم، بغيتوه سائل ديروه سائل اكثر. ما يبقى لي غير الا نقول لكم تبارك الله عليكم، تبارك الله على الكومونتيرز اللي كتخليو لي، تبارك الله على التشجيعات. وطبعا الى عجبكم يعني المحتوى ديالي، يعني ديروا جام وشاركوا في القناه فضلا وليس امرا، ونتمنوا لكم الخير، نتمنوا باش يلقاكم هاد لا فيديو بصحه جيده، دوزتوا عواشركم بخير على خير. والى اللقاء حبيباتي حبايبي، الى فيديو قادم، وان شاء الله يكون شي حاجه جديده، ودائما عندنا الجديد. والى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله، ودمتم بخير ورعايه الله وحفظه، ومع السلامه.